هتقبض عليا تاني يا محسن بيه؟ مش ملاحظ ان جماعة اليهود بدأوا ينشطوا تاني بعد اعدام الولاد بتوع المتفجرات؟ وامتى هيحصل ده بقى؟ اليومين الجايين بقى. حرص بقى يا بطل، البس هدوم تقيلة عشان الدنيا بتبقى باردة بالليل. مش هتقول لي بقى بيه ايه الحكاية؟ حكاية ايه يا ليفي؟ يا محسن بيه مش كده، انت بتعمل حاجة غصب عنك؟ ما هي دي القضية. اسمع يا ليفي، انا سبق وقلت لك ما تعملش حاجة غصب عنك، وما تعملش حاجة انت ما انتش مقتنع بيها. وانا بقول لك اهو دلوقتي، اذا انت مش قادر تكمل انت حر، وتأكد ان صحيفة سوابقك ملهاش وجود، خلاص انتهت. انت دلوقتي مواطن مصري صالح وشريف زي اي مواطن مصري صالح وشريف. ازاي بقى وانا اسمي ليفي كوهين؟ مش مهم. ازاي يعني؟ اسمك الحقيقي ممكن يرجع تاني. انت مش ملاحظ حاجة غريبة يا محسن بيه؟ حاجة زي ايه؟ ان انا بقالي مدة مش عارف اشوف شريفة. ما احنا اتفقنا شريفة ملاش حد في الدنيا غيري يا محسن بيه. انا عارف ومش ناسي زي ما انت متخيل، بس انت ايه رأيك؟ تروح لها وانت بالشكل ده ولا وانت ملو هدومك؟ بس لو اعرف ايه الحكاية. حكاية ايه؟ اعرف بس ايه اللي بيحصل لي. ايه اللي بيحصل لك يا محسن بيه؟ يا محسن بيه انا لو هربت منك مش هتعرف تجيبني تاني. ما انت لو هربت انا مش هدور عليك. انا برضو بقولك لتاني مرة، سعادتك ما تعرفنيش كويس. طب انت عايز تهرب ليه؟ ما هو المصيبة اني مش عاوز اهرب. المصيبة اني مش قادر غير ان اسمع كلامك واصدقك واثق فيك واعمل كل اللي انت عاوزه مني. مصيبة كمان اني بتغير يوم بعد يوم، بتعلم رغم كل اللي شفته وكل اللي اتعلمته في الدنيا دي، بتعلم كل يوم حاجة جديدة. يا محسن بيه قول لي بقى انت مين؟